وتحدث بكل صراحة عن موقف الكتلة الصدرية من المضي بحكومة الأغلبية الوطنية، وأيضا دعا الإطار التنسيقي إلى الدخول أو المشاركة بحكومة الأغلبية الوطنية لكن بعيدا عن دولة القانون والسيد المالكي. هل بالفعل راح يذهب أو تذهب قوة من الإطار التنسيقي إلى حكومة الأغلبية الوطنية التي دعا إلى السيد مقتدى الصدر بعيدا عن المالكي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفيك ولمشاهديكم الكرام. بالنسبة لهذا الموضوع، موضوع خيار السيد الصدر، قطعا هو خياره، ما أن عليه التدخل، يعني المكنة أو التدخل. القرار قراره والخيار خياره. أما نحن كإطار تنسيقي، أؤكد لك ولمشاهديكم الكرام أننا ماضون بائتلاف قوي لا يمكن تمزيقه أو حله أو ذهاب أحد أطرافه إلى أي جهة أخرى. هذا ما اتفقنا عليه. الإطار متماسك، الإطار متفق على التماسك. وأمامنا عدة خيارات، يا إما المشاركة أو المعارضة أو المقاطعة. هذا الموضوع يعني سيحسم خلال الأيام.